يوسف بعلوج، اهلا وسهلا بك. انت مدير منصة بودكاست عربية، لو تفسر لنا هذا المشروع اولا، يعني ما معنى منصة تهدف الى صناعة وتسويق المحتوى الرقمي وبالاخص الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي والاونلاين بشكل عام؟ شكرا على الدعوة والاستضافة. فكرة بودكاست اريبيا هي ببساطة هي يعني صناعة محتوى متلائم ومناسب ومتوافق مع متطلبات الشبكة، لأنه المحتوى الذي يعني يشاهده المشاهد يعني أو المتابع عبر شبكات التواصل الاجتماعي مختلف بشكل كبير جدا عن المحتوى الذي يستهلكه عبر التلفزيون أو عبر وسائط أخرى. فإحنا فكرنا في هذا المشروع من باب أنه نأخذ أحسن ما هو متواجد في يوتيوب، لأنه يوتيوب موقع واسع بشكل كبير، ونوفره في منصة واحدة سهلة ومرنة، والبحث فيها عن الفيديوهات وعن البرامج يكون أسهل بكثير. أيضا فكرتنا أنه لا يقتصر الأمر على أنه نكون تجميع لهذه البرامج، لأنه الموقع كموقع هو جزء من المشروع الأكبر، بل أنه نكون عندنا خط إنتاج خاص بنا إحنا كبودكاست إريبيا، إضافة إلى تنظيم مسابقات وفعاليات تهدف إلى تشجيع صناعة محتوى جيد وراقي للمشاهد العربي. مثل ما نظمتم أسبوع يوتيوب بالمرأة العربية ومسابقات يعني سابقا جمعتم فيها اليوتيوبرز الجزائريين. مش الجزائر فقط، اليوتيوبرز الجزائريين والعرب، يعني عندنا أكثر من دولة عربية كانت مهتمة بالمسابقة اليوتيوبرز العام الماضي وأسبوع يوتيوب المرأة العربية، وهذا العام في أسبوع يوتيوب المرأة العربية فقط وصلتنا مشاركات من 5 دول عربية، هي الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا ومصر. العام الماضي كان عندنا أيضا الأردن، هذا العام هذه 5 دول. هدفنا يعني مثلا في أسبوع يوتيوب المرأة العربية لاحظنا أنه المحتوى الموجه للمرأة يعني ضعيف من ناحية الكم، ففكرنا أنه نخلق محتوى خاص بالمرأة يهتم بقضايا المرأة، تصنعه المرأة وموجه للمرأة. نعم يوسف، فقط يعني عديدة هي المواهب في الجزائر التي برزت من خلال فيديوهات المنتشرة على موقع يوتيوب. أنتم هدفكم هو تجميع هذه المواهب والعمل على دعمها، كيف ذلك؟ بالضبط، احنا عندنا نقدر نقول انه فيه ناس يعني مشهورين وعندهم انتشار، هؤلاء نحاول انه نفكروا في طريقة انه نكون وسيط بيننا وبين بينهم وبين المعلنين من جهة، ووسيط بينهم وبين خلق مشاريع كبرى من جهة اخرى. ايضا فيه شباب صاعدين جدد يعني عندهم يعني البوتنشل الكافي انهم يصبحوا نجوم، لكن ربما ينقصهم بعض الدعم التقني، بعض الدعم الفني، فنحاول انه نوفر هذا الامر. ايضا يعني نربطوهم ب يعني مؤسسات او جهات خاصه بالتكوين، لانه عملنا اكثر من ورشه تدريبيه لفائدتهم. ايضا مشاريع متعلقة بصناعة المحتوى، فيه مشروع كبير يعني حاليا نشتغل عليه مع وزارة الثقافة، ما نقدرش نكشفه عليه حاليا، لكن في فترة مقبلة حيكون فيه مشروع ليجمع عدد كبير من اليوتيوبرز الجزائريين. جميل، وراح يكون مفاجأة كبيرة. جميل يوسف، يعني حتى نفهم، هل الهدف يعني من خلال هذا المحتوى الذي يتم إنتاجه والتسويق والتوزيع عبر موقع يوتيوب، هل الهدف بالنسبة لهؤلاء الشباب الجزائري الانتقال إلى مرحلة ثانية هي التلفزيون، أم الهدف في حد ذاته هو النشر على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الأونلاين؟ يعني أنا ما لاحظته عموما يعني أنه الغالبية تأخذ من اليوتيوب كمحطة أولى يعني للانتقال إلى التلفزيون أو إلى السينما أو إلى وسيط آخر أكثر ربما يعني أهمية بالنسبة لهم أو أكثر ربحا من الجانب المادي. للأسف يعني إحنا في الجزائر أو في المغرب العربي عموما بعدناش شركات كثيرة تهتم بصناعة المحتوى بشكل كامل وخاص للشبكة. إحنا في الجزائر لا، يعني مدام ما عدناش هذو المنتجين المهتمين، فالشباب يفضلوا أنه ينتقلوا إلى التلفزيون أو السينما لأنه مردود المادي أفضل. إحنا حابين أنه نوصلوا إلى هذه المرحلة الجديدة، أنه هو يشتغل في اليوتيوب كهدف مش ك يعني مطية للوصول الى يعني وسيط اخر. وهنا ربما دوركم في اقناع يعني
المستشهرين والمؤسسات الاقتصادية الجزائرية أنها تستثمر في هذه المنصات. أكيد، وهذا عمل صعب وصعب وصعب جدا في الجزائر. نحن نحاول يعني منذ أكثر من سنة ونصف، لكن ربما لحد الآن ما كاش وعي كبير بأهمية هذه المنصة وبأهمية هذا السوق. فإحنا أنا يعني أنا ماشيين خطوة بخطوة، أنا نحاول أنه في عوض ما يعني نروح ونحكو لهم على أفكار، نجسدوا هذه الأفكار يعني بإمكانياتنا الخاصة ونولو لهم البوتنشال المتوفر فيها لإقناعهم. يعني نحن في الجزائر نتحدث ما زلنا عن مرحلة الهواية، ولم نصل بعد إلى مرحلة الحديث عن صناعة للمحتوى. أكيد أكيد، نحن بعيدين الآن يعني عن الحديث عن صناعة بمفهوم الصناعة. نحاول التحايل على عدم ربما اهتمام أو عدم وعي هؤلاء المستثمرين يعني بأهمية هذا الوسيط، ويعني بصعوده بالانتشار الكبير ليه. ونحاول أنه نقنعهم بالتدريج، لأنه لو نروح ونحكو لهم فقط على أفكار، الجميع عندهم أفكار، لكن لما نحكي لهم على أرقام، على دلائل نجاح، على يعني عدد مشاهدات، على إقبال معين لفئة عمرية معينة، ممكن النظرة تتغير بشكل تدريجي، ونقنعهم أنهم يستثمروا ويدعموا هذه المواهب ويدعموا هذه البرامج.